مرحبا بكم متابعين عبر قناتنا عبد الواجد يوتيوب ليحول الطقس نقدم لكم الولايات والمناطق المعنية بتساقط الأمطار وأيضا الثلوج ليوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر ديسمبر الفين وثلاثة وعشرين نتوقع مزيد من السحب الكثيفة ستميز المناطق الجنوبية الشرقية والمناطق الشرقية والوسطى والغربية وعليه ستكون أمطار حاضرة بقوة خلال الفترة الصباحية ليوم الثلاثاء على مناطق الطارف عنابة وسكيكدا وجيجل وقسنطينة قلمس وقهراس أم البواقي باتنا خنشلة بسا أيضا ولاية بسكرا وديسوف، وادي سوف جلال، لمغير جلال تقرت المغير بالاضافة الى ورقلة، أمطار مرتقبة على المناطق الوسطى تيب جزر العاصمة بومردا سيزي وزو أيضا المدية عين يعني الدفلة خمس مليانة لبويرة برج باررج ولاية تسطيف وأيضا مناطق تيارت خلال فترة المسائية يوم الثلاثاء تبقى الأمطار تميز كل المناطق التي ذكرناها منذ قليل بالاضافة الى المناطق الجنوبية الشرقية وسحب كثيفة ستميز شمال الصحراء والواحات والمناطق الجنوبية الشرقية إذا الرياح أيضا ستبقى مستمرة على المناطق شمال الصحراء والواحات وأيضا المناطق الأوراس ووصول إلى الجلفة الاغواط والأغواط والبيض إذا تبقى الأجواء أيضا باردة طيلة يوم الثلاثاء في انتظار أيضا خير كبير خلال الأيام المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى